لا ما فيش حاجة، أنا بس كنت عايز أتأكد الدكتور محمد غانم مستشار وزير الرأي الإعلامي كان عمل محاضرة قبلية ولا لأ، لأن الاتنين مرتبطين ببعض يعني. عمل محاضرة قبليك يا دكتور محمد. تمام يا فندم، تمام. فإحنا النهاردة إن شاء الله يعني هنتكلم عن إنجازات 7 سنوات بالنسبة للمشاريع الزراعية في مصر، لأن قبل كده طبعا إحنا زي ما إحنا عارفين المساحة المزروعة في مصر أساسا هي 6 مليون فدان الأراضي القديمة، وكانت زاد الو المساحة المزروعة عندي في مصر حوالي، أيوة يا فندم أنا سامعك كويس يا فندم. تمام. هو الخط قطع ولا إيه يا فندم؟ لا كان قطع شوية بس دلوقتي كويس. فإجمالي المساحة المزروعة لو إحنا بنبص قبل 30/6 وقبل ما نخوض في عملية في عملية الاهتمام بالمجال الزراعي كانت حوالي 8.6 مليون فدان ما بين أراضي قديمة وأراضي حديثة. أثناء الثورة حدثت تعديات على الأراضي الزراعية، فالرقعة الزراعية تضاءلت أو تأكلت معانا. ممكن تقلب يا دكتور علي لو سمحت؟ حاضر. تفضل يا فندم. طبعا القطاع الزراعي في مصر شهد نهضة في الفترة اللي فاتت ديت. النهضة دي بتتمثل في أننا أحقق قدر كبير من الأمن الغذائي، زي ما احنا عارفين إن مصر بتستورد حوالي 98% من الزيوت اللي هي زيوت الطعام، وبنستورد حوالي 55% من القمح اللي هو يعتبر الغذاء الرئيسي، وبنستورد من الذره الصفراء وفول الصويا المستخدمه في تغذيه الحيوانات حوالي 60%، وبالتالي كان لازم يبقى فيه اهتمام من ان انا احقق امن غذائي. فالامن الغذائي ده هو عشان الدوله تقدر تبقى هي لها الكلمه وتقدر انها ما يبقاش فيه زي احنا بنقول حصار اقتصادي، او يتم على البلد حصار اقتصادي او ناس تتحكم فيا في لقمه العيش بتاعتي، ان انا لازم اوفر قدر كبير من احتياجاتي الغذائيه. ايضا الزراعه بتساعد في عمل مجتمعات تنمويه جديده حضرتك، مجتمعات زراعيه. لما بزرع او بستصلح اراضي جديده فانا بشجع ان انا بقيم مجتمع سكني في المنطقه ديت. ايضا الزراعه بتؤدي لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بحيث أن أنا بقدر بنافس وأخش أصدر وأنافس دول أوروبا في التصدير. بتوفر فرص عمل لكثير من العاملين بالمجال، سواء كان مهندسين الري أو سواء كان الزراعين نفسهم. بيحقق تنمية متوازنة، ويحاول يقلل الفجوة الاستيرادية بتاعتي، أن أنا أقلل الاستيراد وأقلل خروج الدولار، وده يمكن يعني أتكلم عنه بجانب شخصي في الاخر جانب بعيد عن المحاضره، ونقول توجه الدوله بتعمل ايه بالظبط عشان اعمل تقليل الفجوه الاستراتيجيه. تمام يا فندم؟ تمام. ممكن السلايد اللي بعدها يا فندم؟ طبعا احنا شفنا كلنا جائحة كورونا اللي مكت، وشفنا كثيرا من الدول في اوروبا تأثروا نتيجة ان طبعا حصل حظر في انتقال الناس من الاماكن من بيوتها، وان الناس تقعد في بيوتها ومحدش ينزل يشتغل. فده حضرتك أثر في ان الـ 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 ان ان بقى في عجز في الاحتياجات الغذائية في كل دول اوروبا، حتى في ان هم يصدروا منتجاتهم ما كانش في ناس اساسا بتنزل تمارس اي نوع من انواع الاعمال. انما مصر قدرت توفر كل الغذاء للناس في الفتره بتاعت جائحه كورونا، وما حدش حس باي مشكله في ان في منتج غذائي غير متوفر اثناء هذه الجائحه. طبعا حضرتك ودي كانت فرصه كمان حضرتك، جائحه كورونا بالنسبه لمصر، لان احنا عرفنا ان اوروبا كلها كانت قافله ومحدش فيهم كان بيشتغل، كانت فرصة إن مصر ترفع من صادراتها في الحاصلات الزراعية. عشان كده حققت الصادرات الزراعية منافسة كبيرة جدا، تمام؟ وحصل زيادة في صادرات مصر الزراعية.
ده حوالي مصر بتسجل بتصدر حوالي اكتر من 350 منتج زراعي لحوالي اكتر 150 دوله على مستوى ايه العالم. ممكن نقلب اللي بعديها يا فندم، الصوره اللي بعديها. حضرتك حضرتك بنرجع بنيجي للقطاع الزراعي في مصر، بيوفر الاحتياجات الاساسيه للشعوب، بيعزز الامن الغذائي، قطاع تشابكي بيبقى معاه بعض القطاعات الاخرى اللي بتساعد، سواء كان قطاع التجاره والصناعه، سواء كان قطاع الري، كلهم شغل مكمل لبعضه. بيبقى دخل لكثير من الصناعات، ان انا بدخل بعض كثير من المحاصيل الزراعيه بتخش في عمليه الصناعات، وبيعتبر اليه مهمه لتوطين التنميه المتوازنه والاحتوائيه. ممكن نقلب يا فندم السلايد اللي بعديها. تفضل يا دكتور. قطاع الزراعة لو احنا عايزين نشوف بيعمل في ارقام بسيطة كده، هو بيساهم حوالي 17% في السلع، في الصادرات السلع المصرية، بيساهم حوالي 15% من الناتج المحلي الاجمالي، بيستوعب اكثر من 25% من القوة العاملة، تمام؟ وبتستهدف في ظل برامج الاصلاحات الهيكلية ان احنا نوصل في مساهمات 24% من الصادرات السلعية و17% من الناتج المحلي الاجمالي بزياده 2% و30% من اجمالي الايدي العامله، ان احنا نزود الايدي العامله اللي شغاله في مجال الزراعه حوالي 5%. ممكن السلايد اللي بعديها يا فندم؟ اتفضل يا فندم. عندنا في المجال الزراعه زي ما احنا قلنا ان المساحه الزراعيه في مصر حوالي ايه 6.5 مليون فدان، او هنا هو طبعا البرزنتيشن لانها حديثه فهنا المساحه زايده نتيجة الإصلاحات، استصلاح الأراضي اللي احنا عملناه. أنا بس عايز أوضح حاجة للمجموعة، إن احنا عندنا حاجة المساحة المحصولية وحاجة اسمها المساحة الزراعية. المساحة الزراعية هي عبارة عن الأرض اللي احنا بنزرعها. المساحة المحصولية دي إن أنا عندي بعض الأراضي بتزرع مرة أو مرتين في السنة. يعني مثلا يقول لك احنا بنزرع في الشتاء كذا، بنزرع في الصيف كذا، بنزرع صيفي متأخر كذا، فبتبقى دايما المساحة المنزرعة، تمام يا فندم، اقل او المساحه الزراعيه اقل من المساحه المحصوليه، لان المساحه المحصوليه هي عباره عن المساحه مضروبه في عدد مرات زراعه الارض خلال السنه. انما المساحه الزراعيه هي مساحه الارض اللي هي ايه منقم زراعتها. زي ما انا قلت ان انا عندي مساحه الاراضي القديمه اللي هي الدلتا والوادي حوالي 6.1 مليون فدان، لما بنزرعها مرتين في السنه فبتبقى حوالي 12 مليون فدان. الأراضي الجديدة حضرتك بتبقى مساحتها 3.3 مليون فدان طبقا اللي تم استصلاحه في الفترة اللي فاتت. فإحنا لما بنزرعها مرتين، جزء منها بيتزرع مرتين وجزء منها بيتزرع مرة واحدة اللي هي الفاكهة المستديمة، ما بزرعهاش مرتين، بتفضل موجودة في الأرض اللي هي النباتات المعمرة. فعشان كده في الأراضي الجديدة بنلاقي إن المساحة المحصولية بتبقى 5 مليون فدان، يعني 3.3 دول لو انا ضربتهم في 2 المفروض يدوني 6.6 مليون فدان، لكن نظرا لان في جزء منه مزروع باشجار مستديمه فاجمالي المساحه المحصوليه بتبقى 5 مليون فدان. اتفضل يا فندم. اجمالي مساحه طبعا 9.4 مليون فدان. هنا هو حضرتك بنتكلم عن المساحات المحصوليه اللي هم 17 مليون فدان، لان احنا قلنا المساحه اللي عندي المنزرعه اللي هي صالحه للزراعه بنضربها في 2 لانها بتزرع مرتين في السنه، مره محاصيل صيفيه ومره محاصيل شتويه. هنشوف الكولم اللي على اليمين ده هو بيعبر عن المحاصيل الشتويه اللي هي القمح والبرسيم والبنجر والخضر الشتوي، ده بيتزرع حوالي في شهر من 15/10 لغايه 15/12، والناحيه الثانيه اللي هي الذره والارز والقطن والخضر صيفي ومحاصيل زيت، ده بيتزرع بعد ما بشيل القمح، فده بيبقى في شهر من 5 اول 6 زراعته. ممكن السلايد اللي بعده يا فندم؟ ايوه فندم اتفضل. يا
يعني ممكن نقلب يا فندم؟ حاضر. نقلب كمان يا فندم لو سمحت. أيوة. خلينا نتكلم عن أهم التحديات اللي هي واجهت الزراعة تمام في آخر السبع في في في, في السبع سنين في بداية استلام فخامة الرئيس الدولة. كان عندي محدودية الرقعة الزراعية، أنا الرقعة الزراعية عندي جدا محدودة، يمكن كان معظم الناس بتزرع على الدلتا تمام، وبنزرع على طريق مصر اسكندرية الصحراوي ده، لو كل واحد كان كنا بنمشي عليه كان تقريبا هو تقريبا كله مزروعات طبعا، لان في طريق وفي وسيله انتقال، فكانت الناس بتروح تستصلح الارض هناك بمنتهى السهوله. فدي كانت الرقعه اللي كانت عندي. كانت قابلني مشكله النمو السكاني المتزايد، زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا زياده سكانيه بمعدل 2.5% سنويا، يعني لو انا تعداد السكان 100 مليون فانا بزيد 2.5 مليون في السنه، وفي نفس الوقت الرقعه الزراعيه زي ما هي وكميه الميه زي ما هي تمام. محدودية المية طبعا، محدودية المية احنا عارفين مصادر المية في مصر، اما نهر النيل بيساهم ب 55 مليار وده ثابت، المفروض النسبة بتاعتنا ثابتة ما بتزيدش عن كده تمام، والامطار والمياه الجوفية هي دي مصادر المية اللي قدامنا، والمياه الجوفية بتختلف على حسب جودة المية، بالاضافة طبعا الى المشاكل الموجودة عندي اللي احنا طبعا كلنا بنسمع عنها اللي هي ايه سد النهضة، وهل هيبقى في مية مش هيبقى في مية، فده كله ايه بيؤثر على المساحه المزروعه اللي انا المفروض ازودها. التغيرات المناخيه طبعا وده عامل مهم جدا، وابتدى يظهر السنه اللي فاتت واللي قبلها، وده يا فندم ادى الى انخفاض كميه المحصول في معظم المحاصيل في معظم النباتات بنسبه تتراوح من 30 الى 40%. عايزين نقول يعني في بعض المحاصيل كانت التغيرات المناخيه لها تاثير كبير قوي عليها السنه اللي فاتت، يمكن الزيتون احد هذه الامثله، خلى كميه المحصول قلت بنسبه 90%، الانتاج كان 10%، لان كل نبات بيتزرع بيبقى محتاج احتياجات حراريه كبروده او حراره علشان واضاءه عشان يدي محصول، فبيحتاج حراره بنسميها حراره متجمعه، النبات يقعد يجمع حراره زياده عن الحد الادنى اللي بيقدر يعيش فيه عشان يدي كميه محصول عاليه. وهنا كان في توجه للدوله ان احنا نحاول ايه نعالج هذه الموضوع ونزود الرقعه الزراعيه بتاعتنا. اتفضل يا فندم اللي بعدها. الزياده السكانيه طبعا ما يعني مش عايزين يعني الواحد هي فعلا بتؤثر على الاقتصاد المصري، ولكن علاج الزياده السكانيه لازم يتم عن طريق الوعي، ان انا اكلم الناس اتحاور مع الناس، يبقى في ارشاد، يبقى في وحده تنظيم اسره، يبقى في اعلام زي زمان، لان في الاخر خالص الدوله هي مطالبه انها تعلم وتاكل وتشرب وتوظف الناتج ده كله طبعا. فطبعا العمليه كل مدى بتبقى مشاكل اكتر، واحنا ومفيش حلول. يمكن حضرتك احنا المساحه المنزرعه اللي كنا بنتكلم عنها ديت اللي هي ال 8 مليون فدان كانوا موجودين حضرتك لما كان عددنا حوالي 60 و70 مليون، العدد دلوقتي وصل 110 مليون، فاذا التعداد ال 40 مليون اللي زادوا دول لازم يبقى لهم مصادر اكل، مصادر شرب، مصادر تعليم. حتى لو احنا بنلاحظ دلوقتي يقول لك ده الفصول فيها 60 طالب و100 طالب، طب يبقى انت محتاج تعمل مدارس عشان تواكب هذه الزياده السكانيه. لو حسبت انت محتاج تعمل كام مدرسه في السنه عشان تعلم 2 مليون مولود كل سنه بينتجوا بيتولدوا، لا ده انت محتاج الفصل مثلا لو عايشين 40 فرد او 50 فرد، شوف بقى حضرتك محتاجين كام مدرسة عشان نعلم بس، محتاجين كام مساحة زراعية عشان نأكل، محتاجين مية قد ايه عشان يشرب. فطبعا لازم الزيادة السكانية ديت عشان نحس بالنمو الاقتصادي في البلد ويكون له أثر لكل المشاريع اللي بتتم ديت، لازم يبقى في معالجة لهذه الزيادة السكانية. اتفضل يا فندم. برضه يا فندم التغيرات المناخيه زي ما احنا قلنا
بتؤثر بتؤثر في النباتات في الانتاجية المحاصيل، وزي ما احنا قلنا ان انتاجية المحاصيل بتقل في حالة تغير المناخ، حالة ارتفاع درجة الحرارة بيكون له تأثير ضار عن حد معين، وفي حالة انخفاض درجة الحرارة بيكون له تأثير ضار عن حد معين. بالإضافة لكده ان التغيرات المناخية بتؤدي الى زيادة التصحر، زي ما احنا شفنا ان الناس بتتكلم على ارتفاع مستوى ماء البحر، وارتفاع مستوى ماء البحر ده ممكن يغرق بعض المناطق، طبعا لولا حماية الشواطئ اللي بتتعمل واللي بتقوم بها وزارة الري كان في شواطئ كتيرة اتأكلت. ولو ارتفع مستوى ماء البحر ده هو حضرتك بيؤثر على تصحر الدلتا وزيادة ملوحتها، وبالتالي ممكن نوصل لدرجة ان الدلتا دي ملحت ومش قادرين نزرع فيها اي حاجة نتيجة الملوحة اللي هي ناتج ثانوي من التغيرات المناخية اللي ممكن تحصل. ممكن الاستاذ اللي بعديها يا فندم. على صعيد محدودية الرقعة الزراعية كان في توجه للدولة انها تشتغل توسع افقي وتوسع رأسي عشان ازود الرقعة الزراعية. التوسع الافقي لازم ادور على مصادر مياه، ولازم ادور على ارض صالحة لعملية الزراعة. نخش في السلايد اللي بعد كده يا فندم. عشان اعمل توسع افقي طبعا لازم اوفر مصدر ريه مي، لازم اعمل دراسات للتربه، بعمل دراسه استكشافيه الاول عشان اشوف التربه دي صالحه للزراعه ولا ما هي صالحه للزراعه، وبعدين بعمل حصر وتصنيف للتربه والاراضي عشان اشوف درجتها ايه، هل هي درجه اولى، درجه خصوبتها ايه، ملوحتها ايه، فيها نسبه قد ايه كربونات الكالسيوم. وبعدين بعمل عشان بقى الناس تقدر تروح الاراضي ديت وتزرعها، لازم اعمل تخطيط بنيه تحتيه، اعمل طرق، اعمل اسكان، اعمل خدمات للناس اللي هتروح تزرع هناك كمحطه بنزين، سوبر ماركت، اوصل كهرباء. فدي كلها حضرتك عشان تنجح مراحل التوسع الافقي في الزراعه. اتفضل يا فندم. السلايد اللي بعديها يا فندم. أهم المشروعات التوسع الأفقي، عندي مشروع تنمية سينا، عندي مشروع الدلتا الجديدة وكنا بنسمع عنه، عندي مشروع توشكا، عندي مشروع 1.5 مليون فدان، وعندي برضو مشروع الصوب الزراعية، هو مش مذكور هنا بس احنا ممكن برضو ندي نبذة عنه. وحاليا في مشروع تاني، مشروع 60,000 فدان، ده بيتم في غرب في شرق المنيا. نخش في النقطة اللي بعديها يا فندم. اللي بعديها يا فندم، مشروع تنمية سينا. مشروع تنمية سينا خلينا نتكلم كده إن الدولة يعني ابتدت تتحرك، بدل ما الناس كانت بتقول ان مصر بترمي ميه الصرف في البحيرات وتبقى مصدر لتلوث البيئه هناك، لا الدوله ابتدت تفكر وتعيد استخدام مياه الصرف عشان احنا ما عندناش رفاهيه الميه الزياده، وعشان ما حدش يقول ان مصر بقت ترمي ميه ايه صرف في قلب ايه البحيرات. فاللي حصل ايه ان احنا خدنا ميه الصرف بتاعت مصرف بحر البار، مصرف بحر البار ده كان بيصب في بحيره المنزله وبيصب حوالي في اليوم 5.5 مليون متر مكعب مية صرف. الصرف ده عبارة عن صرف زراعي وصرف صناعي وصرف ومحطات صرف، سواء بقى كانت بتصرف باي باس صرف خام أو صرف معالج درجة أولى. خدنا المية دي كلها وأنشأنا أكبر محطة معالجة على مستوى العالم اللي هي محطة معالجة بحر البقر. يمكن لو في فرصة يا دكتور علي ممكن نعمل زيارة للمجموعة تشوف الإنجاز اللي اتعمل ده على أرض الواقع، لو أنتوا حابين يا فندم ممكن ننسق زيارة للفريق كله لو تساعدنا نشوف المحطة ديت.
لو تساعدنا يا دكتور. لا لا ده سالي احنا لا يعني تحت امرك خلاص انا هنسق مع حضرتك وهبلغ الطلبه. الناس يا فندم هتشوف صرح اتعمل حقيقي فعلا. الواحد لما بيروح هناك بيقول فعلا من قلبه تحيا مصر، لان احنا عمرنا ما كنا بنفكر في مثل هذه المشاريع العملاقه ولا كنا نتخيل ده. هذه الميه يا فندم اللي هي اللي احنا هناخدها نعالجها تمام، وبتعالج معالجه ثلاثيه حبيت تتنقل بتنزل في ترعه الشيخ زايد تمام، او ترعه السلام والامتداد بتاعها ترعه الشيخ زايد، وبيتم هيتم زراعه بيها 456 مليون فدان في سيناء، 1456 مليون فدان في سيناء. فهو حضرتك المساحه المنزرعه في سيناء بعد المايه دي ما تتنقل حوالي 456 مليون فدان. احنا حاليا اسف 456 الف فدان، اسف نص مليون فدان، اسف في غلطه بس في البرزنتيشن. تمام الو حضرتك معايا 456 الف فدان، معلش انا اسف. ما هي مكتوبة تحت يا فندم، مكتوبة تحت. هنزرع 456 ألف فدان يا فندم إيه في سينا. حاليا ما بيتم حاليا حضرتك إحنا هنا المحطة حاليا، وحاليا بيتم عملية تسوية التربة وتوصيل خط المية للأراضي اللي هي تم اختيارها للزراعة تمام. ده طبعا هيعلي مساحة مصر إيه حوالي نص مليون فدان. ومصدر الري هنا مصدر ري صرف معالج معالجه ثلاثيه، المايه دي اللي احنا كنا بنرميها في بحيره المنزله وكانت بتعمل تلوث، سواء بقى حضرتك تلوث بيئي سواء تلوث للاسماك اللي موجوده. فدي الاستفاده هنا اهوت من المايه في اتجاهين، ان انا بعالج التلوث نفسه حضرتك، وده كان بيسبب امراض للناس اللي بتشتغل في هذا المجال او اللي تاكل منتجات الاسماك اللي بتطلع من بحيره المنزله. والمصدر الثاني حضرتك ان انا بستصلح بيها ارض زراعيه وازود الرقعه الزراعيه بتاعتي. وفي المصدر الثالث ان هو طبعا يا فندم ان هو ان انا لما اعمل تنميه في سيناء ده بيبقى له هدف ثاني يا فندم سياسي، ان انا بشغل الناس اللي هناك، بوجد فرصه عمل، بخلي في ناس من مصر من القاهره والمحافظات الثانيه تروح تشتغل هناك، ويبقى في اختلاط وفكر نتغلب على النظام القبائلي اللي هو موجود حاليا. السلايد اللي بعده يا فندم. ده يا فندم صورة توضيحية للمشروع بتاع بحر البار وأماكن الأراضي اللي هيتم إيه زراعتها ومساحتها. السلايد اللي بعدها يا فندم. السلايد اللي بعدها يا فندم. يا علاقات ولا يا فندم؟ هذه يا فندم مساحات الأراضي اللي هي المنزرعة حاليا، واللي بعديها يا فندم ديت مساحات الأراضي المستهدف زراعتها عشان نوصل لإجمالي 456 ألف فدان. مشروع الدلتا الجديدة يمكن كلنا بنسمع عنه، وهو برضو قائم على نفس الفكر، أن أنا مية الصرف الزراعي بتاعتي اللي كنت برميها في بحيرة مريوط وبحيرة إتكو، مية الصرف الزراعي يا فندم اللي في بحيرة مريوط ديت كانت حوالي 5.6 مليون متر مكعب مية، مية صرف. المية دي يا فندم كانت تنزل بحيرة مريوط ويتم ان احنا يتم القائها في 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 البحر الابيض المتوسط عن طريق محطات رفع الماكس. يمكن المشروع ده برضو هيساهم ان احنا نخرج من الدول اللي هي اساسا
بتطالب بتحسين البيئة بتاعت مية البحر، لأن احنا كنا بنقول كانوا ان العالم كله بيقول علينا ان احنا بنساهم في تلوث مية البحر الأبيض المتوسط. طبعا المية ديت هناخدها هنعمل لها معالجة، محطة المعالجة دي يا فندم موجودة، يمكن الناس اللي بتسافر بتروح مطروح أو بتروح الساحل الشمالي وهي ماشية على طريق الضبعة عند الكيلو 120 من طريق الضبعة بيتم عمل محطة المعالجة. حاليا نسبة تنفيذ محطة المعالجة حاليا يا فندم 25%، ومنتظر نهو هذه المحطة حضرتك في 30/6 القادم إن شاء الله. المية هتبقى جاية من بحيرة مريوط وبحيرة إدكو. طبعا احنا بنحاول، طبعا الناس اللي هم مهندسين الري او خبراء الري عندنا هم اللي بيزبطوا، لان طبعا حضرتك المشكلة المية الصرف هي الملوحة، فاحنا بنحاول نتحكم في المصارف. ما تعتبر كل مصرف ده عامل زي الحنفية، افتح الحنفيات اللي ملوحتها كويسة مع بعض بحيث ان انا ما وصلش مية مالحة المناطق الجديدة بحيث أوصل مية صالحة للزراعة. ممكن السلايد اللي بعده يا فندم. مشروع الدلتا الجديدة هو المساحة 2.2 مليون فدان، لكن احنا عايزين نقول الدلتا الجديدة دي اتقالت على منطقة مش 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 منطقة فيها زراعات اوريدي، ومنطقة هيتم زراعتها. ما يتم استصلاحه في المنطقة ديت نتيجة الماء اللي رايحة هي 1 مليون فدان، إنما المنزرع عندنا حاليا 1.2 مليون فدان. يعني إحنا نتيجة نقل مية المعالجة ديت هنزود المساحة المنزرعة حوالي 1 مليون فدان. طبعا ده كله فندم عشان نقدر نحاول نقلل الفجوة الغذائية ونحاول نواكب الزيادة السكانية اللي بتحصل. ممكن نخلص الثلاث اللي بعديها يا فندم. طبعا نقطة مميزات الموقع، طبعا محور الضبع ده اهم حاجة، لان احنا قلنا اي اراضي جديدة او اي انتقال سهلة انها تروح يبقى في طرق او وسيلة انتقال سهلة توصلنا لاماكن الزراعة، اسوة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي هيبقى عندنا محور الضبع فسهل الانتقال. القطار السريع بيعدي برضو من جانب المنطقة اللي هناك. تمام، المنطقة اللي هناك اللي هي الدلتا الجديدة دي قريبة من الدلتا وشمال الصعيد، لان احنا الدلتا الجديدة دي يا فندم احنا قلنا ان هي يعني في اراضي اوريدي منزرعة هناك اللي هي ارض مستقبل مصر، اللي هو الناس اللي بتعدي على المنطقة اللي هناك ارض مستقبل مصر، والنبارية والوادي الفارخ ده هيخش جوه الدلتا الجديدة. تمام، طبعا هيبقى في هناك منطقة صناعية على اساس ان انا اقدر استفيد من الزراعات اللي بيتم انتاجها. ممكن السلايد اللي بعديها يا فندم. طبعا ادينا المصادر الميه موجوده بتاعه الاراضي المنزرعه اللي هناك. هيبقى عندنا محافظة البحيرة فيها 214,000 فدان دول اوريدي مزروعين بمية جوفية. مستقبل مصر فيها حوالي 220,000 فدان مزروعين بمية جوفية. في مشروعات تانية تبع وزارة الزراعة في الوادي الفارخ حوالي 124,000 فدان مزروعين بمية جوفية. في فندم أراضي 160,000 فدان ده هتزرع بمية معالجة. في حضرتك 817,000 فدان دي مساحة زيادة هتبقى برضه زي 362,000 فدان دي هتبقى مساحة زيادة نتيجة المية المعالجة اللي احنا ضايفينها. في جنة مصر ديت هتاخد المية المعالجة وهتستخدم في زراعة 63,000 فدان. ممكن السلايد اللي بعده يا فندم. اجمالي المساحة 2.2 مليون فدان.
مشروع تنمية الوادي في توشكا، يمكن احنا مشروع توشكا ده معمول من زمان حضرتك، وكانت الأراضي اتوزعت ولكن المستثمرين ما كانش فيه جدية لزراعة هذه الأراضي، فتم سحب الأراضي ديت من المستثمرين، وقامت الدولة بزراعة هذه الأراضي، والأراضي دي بتزرع بمية نيل. ممكن نخش على السلايد اللي بعديها يا فندم. يمكن ادي الاراضي بتاعت توشكا تقريبا كلها، برضو عشان نبقى واضحين في الصوره، الاراضي كلها تقريبا مزروعه محاصيل استراتيجيه، ومنها مشروع يتم افتتاحه قريب اللي هي اكبر مزرعه نخيل، 40,000 فدان هيتزرعوا نخيل باجمالي عدد 2.5 مليون نخله من اجود انواع النخيل اللي موجوده في العالم، بالاضافه الى باقي الاراضي مزروعه قمح بفوتات. ممكن السلايد اللي بعده يا فندم. دي يا فندم الأراضي اللي منزرع هناك بالنسبة للمستثمرين والدولة. طبعا أنا عندي الدهرة الإماراتية زرع حوالي 40,000 فدان. الدهرة يا فندم زرع حوالي 40,000 فدان. الراقح زارع حضرتك حوالي 78,000 فدان. جنوب الواري زرع 18,500 فدان. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هياخد زرع 931,000 فدان. الإجمالي 441 ألف فدان. فندم ألو؟ أيوة السلايد اللي بعديها. الإجمالي المساحة المزرعة عن السلايد اللي بعديها فندم لو سمحت. الواحد ونص مليون فدان دي حضرتك أراضي أخدتها شركة الريف المصري. يمكن المشاكل اللي احنا تلاقيناها مع في أراضي الريف المصري ابتدانا نفكر ان احنا نعالج المشاكل ديت. أولا احنا عندنا مشكلة أساسية في بعض المناطق اللي هي الملوحة اللي هي منطقة المغرى، تمام حضرتك. لكن الناس كلها حضرتك الفكر بتاع مليون ونص فدان كان بادئ أن كل مجموعة أشخاص يعملوا مع بعض شركة وياخدوا أرض زراعية ويحاولوا يزرعوها ويستصلحوها. المشكلة حضرتك إن اللي بياخد الأرض ما بيبقاش أساسا على دراية بالزراعة، وبيبقى فاكر إن الموضوع سهل وبسيط، لكن بتقابله مشاكل حضرتك في مليون ونص فدان إن استصلاح الأرض مكلف جدا، يعني مش عملية سهلة. يعني كل واحد بيحلم يبقى عنده أرض زراعية وبيت، لكن الاستصلاح مكلف. احنا عندنا في الزراعة دايما نقول الزراعة محتاجة أربع حاجات أو ثلاث حاجات، اللي هي مال قارون وصبر أيوب وعمر نوح، ثلاث حاجات عشان أقدر أشوف العائد بتاعها وأقدر أشوف الناتج قدامي. عشان كده بما حد من الشباب الخارجين بيروح يشتغل في المليون ونص فدان وتقابله مشكلة أو مشكلة بتقابله بيقف أو ما بيكملش. حوالي مليون ونص فدان لو احنا بصينا، احنا حوالي الدولة باعت حوالي فوق 60% أو 70% من أراضي مليون ونص فدان، ولكن بتقابلنا مشكلة إن الزراعات تقريبا نسبتها قليلة، نسبة الناس اللي زرعت وتحدت الصعوبة قليلة، لأن زي ما قلت لحضرتك عدم وجود الخبرة، عدم وجود رأس المال. مجرد ما الواحد بتقابله أي مشكلة فهو إيه بيتوقف عن استكمال الزراعة. اتفضل يا فندم اللي بعديها. زي ما احنا قلنا هو فندم إجمالي المساحة مليون ونص فدان. المساحة المطلوبة طبعا لما أخدوا مليون ونص فدان رجعوا لوزارة الزراعة 428 ألف فدان، لأن قالوا لها دي أراضي غير صالحة. بقية المساحة اللي صفصفت معانا على مليون فدان و72، تعاقد حوالي النسبة المتعاقد عليها 551 ألف فدان من المليون، وجاري التعامل على 521 ألف فدان. يعني جاري التعامل يعني الناس اللي مقدمة ومستنية عقود وماشية في الإجراءات، فتقريبا الأرض كلها تقريبا اتباعت، ولكن المنزرع منها
حاجة بسيط جدا يا فندم. عشان كده في الأراضي الجديدة اللي احنا بنستصلحها في الدلتا الجديدة أو خلافه، بنفضل دايما إن يبقى عندي مستثمر معاه فلوس ومعاه طاقة مالية إن هو يقدر فعلا يشتغل وينتج ويستثمر. السلايد اللي بعده يا فندم. ديت أراضي 1.5 فدان وموقعها المهرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة اللي هي منطقة سهل بركة ومنطقة عين دلة وامتداد الفرافرة وتوشكا وتوشكا جوفي ومنطقة الطور وشرق سيوة. ديت مساحات ديت أماكن وجود أراضي 1.5 فدان. ممكن يا فندم المساحة اللي بعديها. برضو ده هو جدول بيوضح ما تم زراعته في 1.5 فدان. فلو بصينا على المساحة اللي تم زراعتها، مساحة متعاقد عليها حوالي 25% من حوالي 500,000 اللي الناس استلمت، فطبعا تعتبر مساحة قليلة جدا المنزلة. اتفضل يا فندم. اللي بعديها يا فندم ده مشروع غرب المنيا بعض الزراعات اللي فيه. هنخش في الانتاج الحيواني، بس قبل ما اخش في الانتاج الحيواني برضو عايز اضيف في الزراعه نقطتين. النقطه الاولى هي نقطه الصوب الزراعيه. الدوله توجهت انها تعمل 100,000 فدان صوب زراعيه. انتاجيه الصوب الزراعيه بتبقى حوالي من 3 لـ5 أضعاف انتاجيه الارض العاديه. فاحنا بنتكلم ان ال 100,000 فدان دول هم عباره في الاجمالي عن 300,000 فدان لو قارناها بالأراضي اللي هي زراعة مفتوحة من زراعة صوب. حوالي ما تم إنشاؤه حاليا من الصوب الزراعية عندنا 9,500 فدان في منطقة الحمام، عندنا 2,500 فدان في منطقة العاشر، عندنا حوالي 23,000 فدان في منطقة أبو سلطان، عندنا في 16,000 فدان في منطقة اللاهون ده شغالين فيهم، لكن الباقي بينتج ويمكن الانتاج متوفر في السوق، ويمكن كان ليه دور حتى حضرتك ان احنا يتحكم في سعر الخضار اللي موجود، يعني يبقى السعر متوازن بالنسبة للمستهلك. ده المشروع الاولاني بتاع الصوب الزراعية. المشروع التاني اللي احنا عايزين انه لسه الصوت بيروح يا دكتور فرجاني. دكتور ايوه معلش الخط قطع. عندنا مشروع تاني حابب اتكلم عنه برضو، اللي هو مشروع 60,000 فدان اللي بيتعملوا دلوقتي في شرق المنيا. الارض دي تقريبا استصلحت وهيتم زراعتها في فتره قصيره جدا، يمكن نلحق الموسم الصيفي اللي هو هيبتدي في شهر 5 اللي جاي. نخش على السلايد اللي بعده يا فندم. عندنا السلايد اللي بعده هو مجال الانتاج الحيواني. فمجال الانتاج الحيواني عندنا كذا حاجة. عندنا مشروع المليون راس. المشروع المليون راس ابتدت الدولة تبص للإنتاج الحيواني في محاولة لسد الفجوة الغذائية، لأن الفجوة الغذائية في الإنتاج الحيواني كانت تمثل 60%، حاليا بتمثل 40%. فبناء عليه تم التوسع وعمل مزارع الإنتاج الحيواني، مزارع تسمين، وحاليا برضو بيتم التوسع وعمل مزارع لإنتاج الألبان. بيعتمد المشروع أساسا أن أنا واخد اتجاهين. الاتجاه الاولاني ان انا بجيب الحيوانات اللي هي صغيرة الحجم من البرازيل او الارجنتين،
اللي هي خاصة لإنتاج اللحم اللي هم بيسموه حيوان الأنجوس، معدل التحويل فيه عالي وإنتاج اللحم فيه عالي، وربيه عندي 4 شهور وبعدين يتم الذبيح بعد كده هوت. المشروع الثاني إن أنا بحاول أحسن السلالات اللحوم اللي عندي بأن أنا بعمل تهجينات بين الحيوانات المستوردة والمحلية عشان أنتج حيوانات محلية عندي إنتاج اللحم فيها عالي. المشروع الثاني اللي هو إنتاج الألبان، لأن إحنا عارفين أن مصر بتستورد كمية كبيرة من اللبن البودرة، طبعا يمكن معظم الألبان اللي بنشتريها في السوق سواء كانت جهينة مراعي العمار الحاجات ديت ما بتبقاش لبن طبيعي، بيضيف عليها لبن بودرة بنسب معينة على أساس أنا عشان أنا ما عنديش ارتفاع زيت في الألبان. حاليا ابتدى ان احنا نعمل مزارع لانتاج الالبان ونجيب الحيوانات الهولشتاين من بره اللي هي بتتميز بانتاج 40 لتر لبن في اليوم، وبحيث ان انا ارفع من انتاجيه الالبان اللي عندي، وبرضه في نفس الوقت بعمل تحسين وراثي للسلالات المصريه اللي موجوده بحيث ان انا يبقى عندي انتاجي المحلي الانتاج اللبن بتاعه عالي. تمام. عندنا برضه مشروع البتلو، أنا بشجع المزارعين أو الفلاحين على إن هم ياخدوا حيوانات صغيرة ويتم عملية التسمين ليها، والدولة بتمولهم في هذا الموضوع وبتساعدهم في عملية التسويق كمان على أساس لو واحد عنده مشكلة في التسويق أو حد من التجار يستغله، لا الدولة بتساعد وفي تعاقد ما بين وزارة التموين والخدمة الوطنية ووزارة الزراعة على أساس إن احنا نقدر ننمي مشروع البيتيلو تاني. طبعا ببتدي فيه اهتمام بالرعاية البيطرية عندي في مصر، بتوفر كل التحصينات اللي موجودة قوافل بيطرية مجانية عشان أحاول أحافظ على الثروة الحيوانية من الأمراض. السلايد اللي بعده يا فندم بعد إذن حضرتك. طبعا وانا لسه بنتكلم على الانتاج المحلي على الانتاج الدواجني، فانا بزود مستوى الانتاج المحلي برفعه 60%، بيوفر فرص عمل، بيعمل زياده دخل صغار المزارعين من خلال ان انا ايه من مشروع البتلو اللي كنا اتكلمنا فيه يا فندم في الاول. نخش السلايد اللي بعده. الدواجن انا ما عنديش مشكله فيها خالص فندم، انا عندي اكتفاء ذاتي في الدواجن حوالي بالنسبه للحوم البيضه اللي عندي 97% نسبه الاكتفاء الذاتي، يعني حتى الفجوه 3%، واحيانا بتبقى 100% على حسب الامراض والظروف المناخيه اللي عندي. البيض برضو نفس القصه، احنا عندنا اكتفاء ذاتي، ما عندناش اي مشكله، ما بنستوردش بيض نهائي. تمام. في توجه حاليا ان احنا نحاول نصدر، وفي اتفاقيات مع دول عربيه زي الامارات والسعوديه ان احنا نصدر الفائض من الانتاج الداجني. الانتاج الداجني ما عنديش مشكله فيه، هو قطاع مهم جدا ويمكن بيعتبر وسيله في الارياف اللي عايز يعمل مشروع صغير فبيعمل بيشتغل في الانتاج الداجني. السلايد اللي بعده يا فندم. هنا وجود الدولة في الإنتاج الداجني طبعا عشان يزود الإنتاج بتاعنا، فهو بيخصص مناطق تانية في الظهير الصحراوي لإنتاج الدواجن، لأن إحنا عارفين الدواجن بالذات بتعتبر حساسة للأمراض، فإحنا لازم نيجي نفكر نعمل مشروع داجني بنعمله ويكون في مسافة بيني وبين أقرب مزرعة جنبي لا تقل عن 2 كيلو في حالة إذا كنت أنا هربي للتسمين، وأربعة كيلو إذا كنت أنا حامل مزرعة جدود وأمهات. الفرق بين يعني الفرخة اللي إحنا بناكلها دي يا فندم دي بتبقى ناتجة من أم، يعني الأول بيبقى فيه جدود، الجدود دي بنستوردها إحنا من بره مصر اللي هي الأصناف البيور،
بيتم بتنتج لي الأمهات، الأمهات دي برضو حضرتك هي اللي بتنتج لي الكتكوت اللي أنا هربيه للتسمين. فبالنسبة لمزارع الأمهات لازم تبقى المسافة بيني وبين أقرب مزرعة 4 كيلو عشان الأمراض اللي ممكن تيجي من طائر لآخر، وبالنسبة للتسمين لازم المسافة تبقى حوالي 2 كيلو بين المزرعة دي والمزرعة دي. والناس عامة حضرتك اللي هم ليهم خبرة في مجال الدواجن دول بيفضلوا ما ياخدوا حتة أرض كده يعملوا فيها مزرعة دواجن، يزرعوا حواليها زيتون. ليه بقى؟ لأن ولا طائر يقدر يقف على شجرة زيتون، يعني مفيش طائر بيقف على شجرة زيتون، وبالتالي إن وسيلة انتقال المرض من طائر لآخر ما بتبقاش إيه موجودة. طبعا في عندنا عدد 9 مواقع الدولة حددتهم قرار جمهوري، وفي حوالي 13 موقع تابع للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية غير الـ9، يعني حوالي بنتكلم في 22 موقع. الدواجن بتعمل توفير فرص عمل، وممكن برضو اللي عنده مزرعة دواجن بياخد تمويل حوالي 5% فايدة متناقصة من خلال البنك المركزي اعتباره مشروع صغير، مشروعات الصناعات الصغيرة. الدولة بتأمل حصر لجميع مزارع الدواجن والمنشآت علشان نقدر نحدد أو نحصر البقر اللي كان عندي بقر مرضية، نقدر نحدد تبقى فين، اللقاحات أقدر أوزعها فين، وهكذا. نخش في المسات اللي بعدها يا فندم بعد إذنك. زي ما قلنا ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة مفيش مشكلة، حققنا اكتفاء ذاتي بنسبة 97% من الاستهلاك الداجني، بلغ الانتاج الداجني حوالي 2.1 مليون طن، 1.4 مليار طائر تسمين سنويا، وعندي حوالي 320 مليون دجاجة بلدي. نخش بالسلايد اللي بعده يا فندم. الثروة السمكية حضرتك زي ما احنا عارفين حصل برضو طفرة في الثروة السمكية، ان عندنا في مصر حوالي 9 بحيرات دي بتعتبر بحيرات هامة نتيجة التلوثات اللي بترمي فيها او الملوثات اللي كانت بتترمي فيها، سواء بقى صرف صناعي صرف زراعي صرف خام، ادى لتدهور هذه البحيرات. ويمكن اللي كان بيمشي جنب بحيرة مريوط كان بيشم أحيانا روائح وحشة ويشوف حشائش نامية. بحيرة المنزلة نفس القصة، ما كانش في حد يقدر ينزل البحيرة وكانت متقسمة على ناس معينة. الدولة ابتدت تتجه إلى تطهير وتطوير هذه البحيرات وتكريكها، ويمكن اللي بيروح اسكندرية هيلاحظ الفرق، واللي بيروح بورسعيد هيلاحظ الفرق نتيجة التطهير اللي حصل في البحيرات وإزالة الحشائش اللي موجودة وتجديد المية اللي بقى موجود وفتح المجرى المائي. الزراعة السمكي في مصر بلغ الإنتاج من الأسماك حوالي 2 مليون طن، 1.6 مليون طن من الزراعة السمكي، و400 ألف من مصايد الأسماك. متوسط نصيب الفرد كان من 6 سنين كان حوالي 17 كيلو جرام في السنة، دلوقتي وصلنا ل 20 كيلو جرام في السنة. ابتدأنا نفكر ان احنا نعمل مشروعات استزراع سمكي، لان العائد في الاستزراع السمكي اكتر من العائد من الصيد الحر، يعني في الصيد الحر العائد قليل جدا، انما في الاستزراع الفدان ممكن يديني 4 طن سمك، انما الفدان في الصيد الحر ممكن يديني 0.5 طن سمك. عندنا عدة مشروعات اتعملت، عندنا مشروع غليون كلنا عارفينه، وعندنا مشروع الفيروز اللي تم افتتاحه ده على مساحة 19,000 فدان استزراع سمكي ما بين مية مالحة ومية عذبة، يعني بنلاقي فيه سمك البولتي ونلاقي فيه البوري ونلاقي فيه الدنيس والقاروص، اسماك المية المالحة، ده هو اللي معمول في
في الفيروز، عندنا مشروع مثلث الديبة، ده عبارة عن مزارع لإنتاج الجمبري فقط، وهناك في طبعا خط فرز وخط تعبئة وخط تجميد عشان نقدر نحافظ على القيمة الغذائية للسمك، ما يقعدش فترة طويلة برة المياه يفقد قيمته الغذائية. عندنا ابتدينا نهتم بالمفرخات السمكية سواء مياه عذبة أو بحرية، عشان المفرخات دي بتنتج الزريعة اللي احنا بنرميها في الأحواض الاستزراع، أو اللي احنا بنستخدمها ونرميها في مية النيل عشان نزود إنتاج السمك فيه أو في البحيرات بتاعتي. وبكده بتهالي أنا يمكن اتكلمنا عن كل التنمية في مجالات الزراعة المختلفة، سواء كان استزراع سمكي، سواء كان إنتاج حيواني، سواء كان إنتاج نباتي. يمكن حضرتك برضو نبص لتوجه الدولة في نقطة مهمة جدا، إن الدولة بتحاول تحقق أو تقلل الفجوة الغذائية، لأن إحنا عارفين برضو إن يعني أنا بعتبر كنفسي أنا كمحمد فرجاني إن مصر في 30/6 كانت خارجة من حرب، ولكن حرب من حروب الجيل الرابع. أنا ما شفتش قنبلة بتترمي حوالين بيتي، ولا شفت دبابة ماشية في التحرير بتاعت العدو ولا الكلام ده هوت. لكن إحنا عارفين إن إحنا كان في دول كثيرة كانت واقفة ضد مصر، وكان في مخطط واستهداف للجيش المصري وللبلد. يمكن الجيش الوحيد اللي قدر صامت واقف على رجله ولغاية دلوقتي هو الجيش المصري، إنما لو جينا نبص على الجيوش العربية الأخرى تم تدميرها بالكامل وفعل فعل، وكلنا عارفين ده. الحرب دي يا فندم اللي قامت ضدنا دي كانت يعني بيتبعها أنا بعتبره نوع من أنواع الحصار. يعني أنت دلوقتي حضرتك الدولة محتاجة عملة صعبة، اللي حصل الآتي، حاطين مصر مثلا في خط أحمر بالنسبة للكورونا عشان ما يبقاش فيه سياحة عندك، عشان كده الدولة بتسعى أنها تطعم أكبر نسبة من الشعب في المجان. يعني ما يعني عشان أطعم، مش يعني هي تروح تشتري المصر بالفلوس وتحاول تديل الناس بالمجان، على أساس أن احنا أن نتحرك من الخط الأحمر للخط الأخضر. حركة قناة السويس اتأثرت بالكورونا، فما عادش فيه عملة صعبة، حتى الناس تقول لا طب ما انت عملت قناة تانية ليه؟ طب ما هي قناة واحدة كفاية، طب ما هو أنا بوسع الطرق ليه وبنضفها ليه؟ يعني أنا بعمل خدمات يا فندم بالطرق ديت، لازم اللي جاي يعدي من عندي يلاقي خدمة، يعدي بسرعة ما يتعطلش. حتى والحركة الناس بتقول الحركة التجارة ما زادتش، هي فعلا ما زادتش، يمكن قلت عشان أحداث الكورونا، ولكن لازم إن احنا كنا نوسع القناة عندنا ونعمل قناة تانية على أساس إن إيه نقلل التنافس بيننا وبين الدول في عبور السفن، ووفر خدمة جيدة. العمالة المصرية حضرتك اللي كانت موجودة في الدول العربية دي كانت برضو بتبقى مصدر دخل العملة الصعبة. يمكن أثناء الكورونا تم طرد حوالي 60-70% من العمالة المصرية، فدول كانت مصدر العملة الصعبة. حاليا الدولة بتتجه إن هي تنتج احتياجاتها الذاتية بنفسها. أصبح حضرتك دلوقتي إن أنا عندي خطة إن أنا أنتج أوصل لنص مليون فدان من القطن المصري اللي هو كان تم إهماله خلال الثلاث سنين القادمين، عشان أوفر محاصيل الزيت، عشان أوفر زيوت قطن كان زمان بنشتري اسمه الزيت الفرنساوي، ومن أجود أنواع الزيوت اللي بيستخدم أساسا، وفي نفس الوقت نرجع تيلة القطن مرة تانية. عندنا حاليا 7 محالج بيتم تطويرهم، محلج الفيوم، محلج الزقازيق، محلج كفر الزيات وكفر الدوار، دول 4 بيتم افتتاحهم، وفي 3 تانيين داخلين في الخطة. عندنا مصنع المحلة الكبرى للملابس بيتم تطويره، ويتعمل على نظام عالمي، عشان بدل ما صنع وبدل ما انتج القطن طويل الطيلة واصدره، لا انا هقوم بعملية تصنيعه. ضمن الخطة برضو عشان الامن الغذائي، ان انا حضرتك عباد الشمس وفول الصويا اعلنا عن زراعة تعقدية، وعندنا استهداف ان احنا نوصل ل 250 الف فدان عباد شمس و 150 الف فدان فول صويا، عشان نقدر نعمل نوفر الفجوة في المحصول الذاتية 98%، عشان نقدر نسد ونبقى الفجوة دي حوالي 40% أو 45%. 45% دول أنا مش هقدر أنتجهم، لأن هم دول يا فندم عبارة عن زيت النخيل، وأنا النخيل الزيت لا يوجد زراعته في مصر،
وبيني وبين حضرتك لو احنا نقدر نمنعه حتى كمان نمنعه، لان هو نخيل الزيت ده بيصنعوا منه السمنه المهدرجه، وده بيبقى له دور كبير قوي في تصلب الشرايين وامراض القلب. يمكن في بعض الدول زي المانيا الزيت النباتي والمهدرج ده ممنوع تقريبا. عندنا القمح، حضرتك دلوقتي احنا مصر بتزرع 3.3 مليون فدان قمح، المفروض ان هي بتنتج 9 مليون فدان، 9 مليون طن قمح. استهلاك مصر من القمح 15 مليون طن، منهم 10 مليون لرغيف العيش و5 مليون للبسكويت والجاتو والحاجات التانية دي. يمكن المساحات المستصلحة الجديدة دي كلها مستهدف منها زراعة حوالي نص مليون فدان قمح، أزود إنتاج القمح اللي عندي. عايز أقول إن الدولة يعني فعلا 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 حطت الزراعة على الخريطة، وابتدى يبقى فيه فكرة إن أنا أحاول أحقق الاكتفاء الذاتي من أو أقلل الفجوة من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية اللي إحنا بنستخدمها في الأغذية. شكرا جزيلا دكتور علي، وبشكر الجميع. وممكن حضرتك لو حبيت انا اجاز اي سؤال، ولو انا برضو زي ما قلت لحضرتك ما زال العرض قائم ان احنا ممكن ننظم زياره للمجموعه كلها لزياره محطه بحر البار، اللي هي تعتبر اكبر محطه معالجه على مستوى الشرق الاوسط العالم. الف شكر يا دكتور محمد على المحاضره الرائعه دي، احنا استفدنا من حضرتك كتير. بالنسبه للرحله انا هتكلم مع الجروب. انا شاعر ان الموضوع مويل، لان انا بغلب هندسه، وهندسه يعني مجالهم بعيد شويه عن الزراعه، ولكن احنا كان لازم ندي نبذه عن المشروعات القوميه في مجال الزراعه عشان نشوف الدوله بتهتم. يعني بعتبر انها نهضه شامله، نهضه في الزراعه ونهضه في الطرق ونهضه في الصناعه ونهضه في الاسكان. ومعظم الناس حضرتك يعني يقول لك لا، طب انت بتعمل مزارع سمك، طب ما السمك زي ما هو سعره زي ما هو ما قلش، طب انت مش عارف. طب ما هو فعلا يا فندم مش هيقل. يعني انا عايز بس نوضح نقطه برضو للناس يا جماعه، ما تستنوش ان الاكل يقل، لان انا حاجه دي بستوردها انا بقلل من استيرادها. انما امتى السمك يقل؟ لما يبقى عندي فائض. هيبقى عندي فائض امتى؟ لما المشاريع كلها تكتمل، لما نحط ايدينا على كل النقاط اللي هي المعوقات اللي موجوده. انا كميه المشاريع اللي بتتعمل دي يا فندم لو فضلت الزياده السكانيه زي ما هي ما مش هيكون لها اثر، تاثيرها هيبقى طفيف مش هيحس بيه كل الناس. كذلك حضرتك يعني التغيرات المناخيه، انا بواجه تحدي كبير اللي هو التغيرات المناخيه. فاحنا لازم يبقى عندنا وعي في كل حاجه، ونيجي نقول امتى نحس بالكلام ده. اي مشروع بياخد فتره عشان نحس بالعائد ده. يعني لو انا فاتح كشك سجاير حتى حضرتك يا مؤاخذه يعني عشان اقول انا بكسب وبنتج، اخد فتره عشان اوصل لصفر راس مال ويبتدي عندي ارباح، ابتدي اوزع بالارباح. ففي ظل التحديات الموجوده دي كلها، فاحنا ان شاء الله نامل ان احنا الدوله يعني تقف على رجلها في مجال الزراعه، ونحاول نسد او نقلل من الفجوه الغذائيه اللي موجوده. اتفضل حضرتك يا دكتور اسمع السؤال. انا كنت عايز اقول لحضرتك ان الكورس ده من متطلبات الجامعه، بياخدوه كل طلبه الكليه، والغرض منه المشروعات القوميه. فحضرتك بتتكلم في نفس وصف المقرر نفسه. وطبعا احنا اتكلمنا على مشروعات الري، واتكلمنا على مشروعات الطرق، واتكلمنا على مشروعات الطاقة. فالزراعة يعني زي ما تقول عنصر هام في هذا المقرر. تمام يا فندم. مشروعات الري بصراحة برضو نرجع نقول ان الاساس في النمو الزراعي هو مشروعات الري، هي مشروعات الري. مشروع التبطين والري الحديث ده هو هيوفر لي مية، زي ما احنا قلنا هيوفر 4 مليار متر مكعب مية. فالري عندي عامل اساسي في تنمية المشروعات الزراعية، لان لو ما فيش مية ما فيش زراعة. تمام. الحاجة التانية ان احنا فعلا هننسق مع الطلبة، لان الرحلة دي هتبقى رحلة جميلة جدا. ولو حياتك ساعدتنا ممكن نشوف الاعداد اللي هي عايزة تروح. انا عايز بس حضرتك تقول لي كم طالب عايز يطلع. تمام حضرتك. تمام يا فندم. سامعين يا فندم؟ كم طالب عايز يطلع باساميهم، وانا هنخاطب الجهة المسؤولة. تمام. ونعمل رحلة، الناس هتنبسط، يعني هيخرجوا سعداء من الرحلة يا فندم، ان هم هيشوفوا حاجة مش موجودة في اوروبا. بصراحة مش موجودة في اوروبا. تمام.
على احدث مصطلح. نشكر حضرتك على على العرض الجميل ده، واحنا ان شاء الله نستفيد منه دلوقتي. انا كان نفسي طبعا يعني، انا كان نفسي تبقى مواجهه مع الطلبه، لان انا برضو يعني ايه، يعني ما بحبش اشرح وانا بعيد عن الطلبه بزوم، انا احب ابقى واقف قدام الطالب واتكلم وعيني في عينه ويبقى في تفاعل، بس بقى ظروف الكورونا. بالظبط. ان شاء شاء الله الله بامان الله. تقابلهم فيس تو فيس في الرحله ان شاء الله يا دكتور فرجاني. ان شاء ودلوقتي الله تمام. الدكتور فرجاني يعني تفضلا منه سمح لكم انكم تسالوه في المعلومات الكتير الجميله اللي هو قالها، فاحنا تحت هنفتح امرك. الله يخليك، وي اوبن ذا فلور فور كويستشنز، لو حد عايز يسال يرفع ايده او يتكلم على طول. هو انا كنت عايزه اسال على حاجه، يعني هي فكره، فكنت عايزه اسال هي ينفع تتعمل ولا لا. هو احنا ليه ما بنزرعش الشوارع؟ يعني ليه ما بتبقاش فواكه مثلا، او زي مثلا دول الخليج مثلا بتعمل حاجات نخيل؟ لا هو بص يا حضرتك، هو عشان ازرع الشوارع عندي، احنا زمان كنا بنزرع طريق مصر اسكندريه الصحراوي، الحاره اللي في النص دي زيتون، تمام حضرتك، لازم اوفر مصدر ميه، فلو هنروي الشوارع هنرويها بميه، اكيد ميه صرف معالجه، لان مش هينفع اروي بميه شرب، لان ميه الشرب حضرتك يعني فيها اساسا شح، يعني بتمر بمعالجه وتبقى مكلفه، فعشان اروي بميه صرف حضرتك في محاصيل معينه ينفع وفي محاصيل معينه ما ينفعش. فهو فعلا سؤال كويس جدا، يمكن كان في فكره ان احنا نعمل نزرعها باشجار مثمره، بس لازم نشوف الكود اللي هيتزرع بيه ايه، وفي نفس الوقت لما برضو الحاجه المهمه برضو التانيه، ان احنا عندنا الشجر لما بيتزرع جنب بعضه ببقى سهل ان نعمل له عملية رعاية، تسميد، مقاومة حشرية وخلافه، انما يعني انا شايف ان هي فكرة كويسة، ولكن لازم تبقى محاصيل معينة، لان مش كل المحاصيل هتبقى مجدية، كل الاشجار هتبقى مجدية، لان زي ما قلت لحضرتك الاصابات الحشرية هتأثر عندي، وانا شفت الكلام ده في اسبانيا عشان اكون صريح معاك، يعني انا شفت الكلام ده في اسبانيا، ان الشوارع مزروعة اشجار موالح وبرتقال، لكن لازم نشوف الكود العالمي بيقول ايه بالنسبة لزراعة الأشجار وأي نوع من أنواع الشجر يناسب مية الصرف دي يا فندم. فإحنا برضو حضرتك يعني أعتقد إن هي فكرة جيدة، وممكن برضو ناخدها في الاعتبار ونعرضها برضو، لو فيها استجابة نشتغل عليها. شكرا يا مهتاب على السؤال الجميل بتاعك ده. في حد تاني عايز يسأل الدكتور فرجاني يا أولاد؟ دكتور حضرتك قلت ان هو في سبب التغيرات المناخيه في بعض المحاصيل انتاجها قل او ما بقتش اه صالح يعني بالظبط الانتاج، بالظبط ممكن الدوله تنزل زي منشور او حاجه بالمحاصيل اللي بقت غير صالحه للانتاج عشان ما نبقاش لا هو بنهدر مش صالح زراعه للانتاج، الفاضي. هو حضرتك اللي حصل، هو التغير المناخي اللي حصل ده، هو حضرتك زي ما قلت لحضرتك مثلا فدان الزيتون كان بيديني 7 طن للفدان، السنه دي اداني 600 كيلو للفدان، يمكن ده حتى الناس لاحظت ارتفاع سعر الزيتون السنه دي مقارنه بالسنوات السابقه نتيجه التغيرات المناخيه. ما يتم حاليا دراسته ازاي انا اتغلب على التغير المناخي ده، اشوف التغير المناخي ده اثر على ايه، يعني التجمع الحراري ده كان بيزود نسبه الكربوهيدرات، طب هل ينفع انا ادي اعامل النبات معامله معينه كسماد معين او عنصر معين يخلي النبات يقدر يقاوم التغير المناخي اللي حاصل؟ حاليا ما بيتم حاليا بيتم ان احنا بننتج، بندور على اصناف جديده عشان تواكب هذه التغيرات المناخيه، وفي نفس الوقت بنحاول نشوف المعاملات الزراعيه اللي احنا نقدر نعملها ايه عشان النبات يقدر يتحمل هذا التغير المناخي. وانا دكتور اتفضل يا بتكلم فندم. انه مثلا الزيتون فعلا زي حضرتك بتقول مثلا انتاجه 1000، بدل مثلا ما ازرع زيتون ازرع حاجه تاني مناخ دلوقتي بقى مناسب ليها وبقى انتاج غزير واقلل الزيتون مثلا. ما هو سيادتك، خلي بالك انت بتتكلم في زراعه عليها صناعه كبيره اللي هي صناعه زيت الزيتون، ومصر من اوائل الدول اللي بتصدر زيت الزيتون نمره واحد تقريبا في تصدير زيت الزيتون، يمكن المصانع السنه دي كانت بتشتكي ان مفيش ثمار وعايزين يستوردوا ثمار من بره عشان يعصروا الزيتون، فانا ما اقدرش اقول اقلل ده، لكن اقدر اقول ايه، نحاول نعالج ده، نعالجه بايه، نشوف ايه هي المعاملات الزراعيه اللي نعالج بيها النبات بحيث النبات يقدر يقاوم التغيرات المناخيه، نحاول ننتج صنف جديد يقدر يقاوم التغيرات المناخيه. فخلي بال سيادتك لما بتقول النبات ده لا والنبات ده اه،
انت بتبقى ليها توابع اخرى، سواء تجارة وصناعة، سواء تصديرية، سواء عمالة بس. فهو انا زي بقول لحضرتك كده، يعني احنا بنقول يا جماعة الزيتون انتاجه قل، يا جماعة نحاول في التسميد نعمل 1 2 3 4 عشان نرجع بالانتاجية مرة تانية. فهي الابحاث قائمة حاليا على معالجة هذه المشاكل حضرتك، من بتنحصر الابحاث في حتتين اللي هي المعاملات الزراعية وانتاج اصناف جديدة. شفت يا يوسف بقى ان الامور مش بنفس البساطة اللي انت شايفها بيها، لكن السؤال ده جميل ليه؟ لانه هيوضح ليك ويوضح لبقية الزملاء من خلال الدكتور فرجاني ازاي الامور ماسكة في بعضها. يعني مش مجرد ان انا لقيت الزيتون قل فازرع حاجة تانية، لا، الحكاية اكثر تعقيدا من البساطة دي. صح يا دكتور فرجاني؟ ايوه يا فندم، ايوه يا فندم، ان قائم على الموضوع ده حاجات تانية كتير جدا. تمام، شكرا دكتور. عفوا يا يوسف. شكرا لحضرتك. حد تاني يا جماعة عايز يسأل الدكتور فرجاني؟ أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بخصوص اتفضل. أنا عارف إن أبسط وأحسن أنواع البروتين هو البروتين اللي جاي من السمك، خصوصا أيوة، بالنسبة لاستهلاك المياه. بس أنا لاحظت حاجة غريبة قوي، إن نصيب الفرد من استهلاك الدواجن أكبر بكتير جدا جدا من نصيبه في استهلاك الأسماك. فأنت من وجهة نظر حضرتك يا دكتور محمد، هيجي اليوم اللي نلاقي المصريين فيه عندهم توازن في البروتين يعني، وبيأكلوا سمك أكتر من اللي بيحصل دلوقتي؟ هو يا فندم بروتين السمك أحسن بروتين لا يعلى عليه، أنا مع حضرتك طبعا، لكن في ظل المشروعات اللي احنا الدولة بتعملها، يعني أتوقع أن هيجي يوم يبقى فيه فعلا الو يعني حصل فيها طبعا، لو حصلت هيجي اليوم طبعا يا فندم ان الاسماك طبعا هيبقى انتاج فيها اعلى ونصيب الفرد هيزيد، بس الزياده السكانيه زي ما قلت لحضرتك هي بتاكل كل حاجه. يمكن لاول مره في مصر، يعني بص حضرتك احنا بنقول دايما ان في اسماك لا يمكن اوصل 100% سمك. ليه؟ لان في اسماك لا بستوردها غصب عني، زي اسماك التونه. حاليا في مصر يا فندم بيتم عمل استزراع سمكي للتونه، بيتم عمل مزارع سمكية للتونة، بيتم زراعتها في أقفاص في البحر، في جربوب ناحية السلوم حضرتك وناحية بورسعيد. فحاليا في توجه لإنتاج التونة عشان أوصل لمية في المية، في توجه لزيادة إنتاج السمك عشان أعلي نصيب الفرد. كل ده حضرتك لو الزيادة السكانية ثبتت، نتمنى أنها تثبت يعني ما تزيدش حتى، ممكن نيجي في يوم نقول لا ده انتاج نصيب الفرد من السمك اعلى من الدواجن. هو سؤال تاني برضو مرتبط بالسمك، هو احنا كنا بنسمع كتير قوي بيقول لك لا ما تاكلش السمك ده، لان في بعض المزارع السمكيه زي ما تقول الاكل اللي بيرموه للسمك في المزرعه السمكيه ما بيبقاش هلسي قوي. فالدولة بتعمل ايه في الحكاية دي عشان صحة المصريين؟ الدولة عملت يا فندم، احنا عندنا مزارع سمك، يعني موضوع بحر البار ده موضوع مهم جدا حاجة احنا اتكلمنا فيه، يمكن في مزارع سمكية قائمة كقائمة على مية بحر البار، صرف خام يا فندم كده، هو مجرد انه يملى الحوض مية بحر البار ويحط ايه الزريعة بتاعته وما بيأكلش، لان بحر البار مليان فضلات، وكان بيعتمد في تربية الأسماك على الأسماك الرمية، هي الأسماك اللي الرمية اللي بتاكل الحاجات الميتة أو العفانة، ودي نوعين من الأسماك اللي هو الطبارة والقراميط. فهو ينتج الأسماك ديت حضرتك تبقى السمك كبيرة كده ومليانة ده، ويعبيها بسعر رخيص طبعا لو ما بيصرفش عليها، وتتسوق في جميع أنحاء مصر. حاليا بعد ما تمت محاطة المعالجة ما عادتش منطقة المزارع دي بيخش لها مية صرف من بحر البحر، بتعتمد دلوقتي على مية المصرف حدوث والمية اللي جاية من بواغيز البحيرة، وبالتالي حصل رفع في نوعية وجودة السمك اللي بينتج من اللي يتم انتاجه من هذه المزارع. تمام يا دكتور فرجاني، احد وسائل المعالجه يا فندم. طبعا احنا عندنا قانون وزاره الري، هو طبعا
بيؤثر في عملية تصدير الأسماك لبرا مصر، وخاصة السمك البلطي، لأن وزارة الري بتحط في القانون بتاعها أن ممنوع إقامة المزارع السمكية إلا على المصارف الزراعية، وبالتالي يا فندم الأمور ابتدت تتحسن وتبقى أحسن بالنسبة لجودة الأسماك اللي موجودة حاليا. شكرا يا دكتور فرجاني، حضرتك يعني جاوبتلي على سؤال كان شغلني خالص، لأن طبعا صحة المصريين. هو حضرتك عندك حق في الموضوع ده، يمكن أنا لغاية دلوقتي ما باكلش الطبارة. يا دكتور تمام، ماشي يا فندم، ماشي يا فندم، ماشي. لا لو في اي سؤال تاني للدكتور فرجاني، هو تحت يعني very generous ومدينا وقته الثمين عشان نستفيد من علمه الغزير. تحت امرك، تحت امرك يا فندم. ممكن دكتور سؤال دكتور فرجاني حضرتك؟ اتفضل يا فندم. حضرتك ممكن على حسب الاستراتيجيه اللي حطها الدوله، ممكن حضرتك تقول لنا مصر هتحقق الاكتفاء الذاتي امتى في مجال الزراعة مثلا؟ والله يا فندم احنا مش عايزين الاكتفاء ذاتي، ولكن هنقول ان احنا بنسد جزء من الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية. المحاصيل الاستراتيجية الهامة بالنسبة لنا احنا كدولة، يعني مثلا يعني الطماطم مش مهمة عشان اكون صريح معاك، لا مش هي ديت اللي يقف عليها الدولة، الخيار، الكوسة، البسلة، لكن المحاصيل الاستراتيجية بتاعتي اللي هي مثلا الفول البلدي. الفول البلدي بتزرع الدولة بتزرع 100,000 فدان عشان او 125,000 فدان السنه اللي فاتت، عشان اوصل لاكتفاء ذاتي محتاج 350,000 فدان، دول ان شاء الله هيتزرعوا السنه دي، بحيث ان انا ما استوردش فول بلدي. عن طريق ايه يا فندم؟ ده بيتم عن طريق السياسه السعريه. اي مزارع بينزل الارض بتاعته هو زي بالظبط بيروح شغله عشان يزرع ويكسب ويجيب فلوس عشان ياكل عياله ويصرف عليهم. طالما الدوله حطت له انا هتشتري منه المحصول وبعائد ربح كويس، فالمزارع بيتوجه لزراعه المحصول، وبيبقى حاجه مضمونه بالنسبه له، لانه عارف هيصرف عليها كام وهينتج قد ايه وهيبيعها بكام، غير متعرض لتذبذب السوق. فالدوله بتحط له سعر ضمان، وسعر الضمان ده هو السعر اللي انا هشتري بيه حتى لو السعر العالمي قل كدوله، وفي نفس الوقت بيبقى فيه هامش ربح للفلاح، والسعر الضمان ده من السعر الاساسي. لو السعر العالمي زاد ساعه الحصاد انا برفع له عن سعر الضمان واخد منه الحاجه. فاحنا عندنا المحاصيل الاستراتيجيه الفول قلنا السنه دي، المحاصيل الزيتيه خلال 3 4 سنين انا هسد 50%، قلنا ال 45% الثانيه مش هقدر اجي ناحيتها لانها زيت نخيل ما بينتجوش في مصر، فدي اعتبر بشبه غطيت الفجوه الغذائيه بتاعتي في المحاصيل الذاتيه خلال 3 4 سنين من خلال الزراعه التعقديه، خلال توسع في زراعه القطن وفول الصويا عباد الشمس. القمح حضرتك برضو انا مش هقدر برضو ان انا اعمل اكتفاء ذاتي في القمح 100% نظرا لمحدوديه الرقعه الزراعيه، ولكن بحاول ان انا اقلل الفجوه الغذائيه بتاعتي، لان اصبح دلوقتي العمله الصعبه هي شيء مهم بالنسبه لي وليست رفاهية، فلازم أقلل من خروج العملة الصعبة داخل مصر من خلال أن أنا أقلل استيرادي السلع الاستراتيجية. إنما لو ما استوردتش مثلا موز مش هيجرالي حاجة، لو ما استوردتش تفاح مش هيجرالي حاجة، إنما في محاصيل أساسية لازم أنا أركز على إنتاجها. فأنا أعتقد حضرتك خلال 4-3 سنين إحنا هنحاول إن إحنا نكون حققنا حوالي اكتفاء ذاتي في الفول البلدي، حوالي الفجوة الغذائية في القمح ممكن توصل ل 30%، المحاصيل الزيتية هكون حققت اكتفاء ذاتي بنسبة 100% في زيوت الطعام. فضل فن برضو محاصيل علف نفس القصة، احنا شغالين في زراعة الصيف محاصيل علف كدرة وفول صويا، فنأمل إن شاء الله برضو خلال 3-4 سنين نقدر نغطي نسبة كبيرة من الفجوة الغذائية، لكن ده كله برضو يا فندم ما يتوقف على الزيادة السكانية. تفضل يا فندم مع سيادتك. إيه رأيك يا محمد في الإجابة دي؟ سؤالك مهم جدا، والدكتور محمد يعني قدر إن هو يغطي السؤال. الأساس في الدنيا كلها هي الزراعة التعاقدية، والدولة لأول مرة تطرح الزراعة التعاقدية. الزراعة التعاقدية يعني إيه؟ يعني بتعاقد مع الفلاح على المحصول من قبل ما يزرعه، والأول مرة الدولة تعلن
ان سعر ارداب القمح 120 قبل الزراعه. كنا دايما بنستنى لما المزارع يزرع ويجي يسلم المحصول نقول السعر كذا. دلوقتي انا بعلن عشان اشجع المزارع انه يزرع ويبقى انا اللي هاخد منه كدوله. يا محمد انت كده اجابت السؤال بتاعتك، الاجابه بقت واضحه بالنسبه لك يا ابني؟ تمام يا دكتور تمام. بس حضرتك كنت معودنا ان اي استراتيجيه الدوله بتحطها حضرتك بتدينا ميعاد ان الدوله خلال وقت كذا هيتم خلاص المشروع منتهي، فانا كنت عايز اعرف برضه تاريخ. ما هو يا فندم انا بقول لحضرتك ثلاث سنين، يعني احنا بنتكلم النهارده احنا في 10/20/21 يعني 10/20/24 انا هكون حققت من الزيت حوالي 50% من زيوت الطعام، يعني 100% زيوت طعام، انما ال 45% اللي بيت الزيت اللي انا بستورده مش هقدر انتجه. السنة دي إن شاء الله أنا عندي اكتفاء ذاتي في الفول البلدي بزراعة 325 ألف فدان. محاصيل العلف القمح برضو هنرجع له، القمح إن شاء الله خلال في نفس الميعاد اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو ثلاث سنين هكون حققت سدية الفجوة الغذائية ب 75%. المحاصيل العلف هكون غطيت حوالي 70% برضو على نفس الميعاد اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو 3 سنين من تاريخ النهارده. انا بس حابب اوضح استراتيجيه، وعندنا مساحات مستهدفه سنويا، عندنا في بالتوازي بيتم تطوير مصانع عصر الزيت وتكريره. كنت بس عايز اوضح لمحمد ان اجابه سؤالك يعني قصدي الدوله ما عندهاش سؤال اسمه سنه كذا هيبقى عندنا اكتفاء من الغذاء، لا احنا عندنا الخطط الزمنية بتاعتنا لها دعوة بتقليل الفجوة اكتر ما يكون لها دعوة من الاكتفاء الذاتي. يا رب الدكتور فرجاني يكون موافق على كلامي. ايوة فندم بالضبط يا فندم، موافق على كلام حضرتك يا فندم. تمام، احنا كده قربنا من ميعاد انتهاء المحاضرة، ونحب نشكر الدكتور محمد على المعلومات الجميلة وعلى الاجابات الأكثر من رائعة لأسئلة الطلبة اللي هم برضو النهاردة ما تصورش بعيد عن التخصص وبيسألوا أسئلة جامدة جدا يا فندم. لا هم قبل كده تخصص. لا التفاعل أسئلة مهمة. لا التفاعل في محاضرة حضرتك أكتر من التفاعل مع المحاضرات اللي قبل كده، ودي حاجة ملحوظة. معرفش هل نظرا للمحاضرة الجميلة اللي حضرتك قلتها ولا نظرا للصراعة. المحاضرة كانت هتبقى أجمل لو أنا كنت واقف قدامهم وعمال أشرح، بس يلا النصيب بقى. لا ما حضرتك هتقابلهم إن شاء الله في رحلة بحر البقر بإذن الله. إن شاء الله يا فندم ننسق زيارة البحر البقر، وتكون برضو من ضمن الكورس اللي موجود عند سيادتك ده المشروعات القومية. تحت امر سيادتك نحاول ننسق الرحله ديت ان شاء الله باذن الله. الناس هتنبسط فيها جدا وهتكتسب معلومات وهيشوفوا حاجه جديده خالص يا فندم. الف شكر يا دكتور محمد. اذا كانش الشباب ليهم اي اسئله ثانيه ملحه، احنا نحب نشكر الدكتور محمد فرجاني استاذ البساتين في كليه الزراعه جامعه عين شمس على وقته وسعة صدره، ومش عارفين نشكرك ازاي يا دكتور محمد. شكرا جزيلا يا دكتور علي، شكرا جزيلا، متشكر قوي يا فندم الله يخليك، شكرا يا دكتور علي، تحياتي للجميع، وانا اللي بشكر حضرتك انها تحتاجي الفرصه ديت، شرف ليا يا فندم اني اتكلم عن المشروعات القوميه قدام يعني علماء المستقبل كليه هندسه عين شمس، وانا بعتز بعين شمس بالذات وبخريج عين شمس، يعني بيبقى لهم قدر قيمه وقامه في اي مكان بيخشوه يعني. نتمنى التوفيق للجميع يعني يا فندم، يعني بإذن الله بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور محمد. عفوا يا فندم. عفوا يا فندم. كنت بقول لحضرتك يا دكتور الباشمهندسة مشكورة بعت لنا الانستراكشنز الخاصة بالريبورت، بس هو كان في بعض الحاجات فيها محتاجين نناقشها شوية مع الباشمهندسة، لأن يعني لا انا اللي كاتبها يعني انا اللي كاتبها يا عمر، قول لي اسالني يا ابني، انا اللي كاتب الانستراكشن. جميل جدا. بالنسبه ان هو مفترض ان ما يكونش فيه تكرار في المشروعات، يعني ما يكونش كل جروب يعني ما تكونش الجروبات، ما يكونش في كذا جروب عامل نفس المشروع، يعني انا حاسس الموضوع صعب شويه، يعني في حاجات متكرره وحاجات يعني مش ممكن
يعني اقصد اقول ان صعب يبقى في عدد مشاريع بعدد الجروبات كلها، لازم هيكون في حاجات متكررة، واحنا كده كده كل مجموعة بتشتغل مع نفسها، يعني محدش انا هيستعين هقول بمجموعة تانية. هجاوب عليك يعني يا لو في عمر، مشروع، نعم يا دكتور، انا هجاوب عليك يا عمر دلوقتي. بص، تمام. المشروعات المحاضرات اللي احنا قلناها دي مش كل الموضوعات، يعني النهارده مثلا بقى اتكلمنا عن الزراعه، المره الجايه هنتكلم على المياه والصرف الصحي. فانا قصدي ما تستعجلش، لانك انت هتلاقي مشروعات اكتر من الريبورتس. انتوا بس لان كلكم كنتوا يعني اختياراتكم كلها كانت رايحه على العاصمه الاداريه الجديده، فانا حاولت احل الاشكال ده بحيث تتكلم على مشروع جوه العاصمه الاداريه. فانت ممكن تعمل نفس الاكسرسايز ده عن على مشروعات الطاقه ومشروعات الري ومشروعات المياه والصرف الصحي ومشروعات الزراعه. فلو انت يعني عملنا زي كده كاونتينج لعدد البروجكت والسب بروجكتس اللي اتقالت في المحاضرات لغايه دلوقتي واحنا لسه ما خلصناش، هنلاقي بسهوله شديده يا عمر ان عدد البروجكتس هيبقى اكتر من عدد الريبورتس، ويمكن كمان يعني الحكايه دي تستلزم انكم تعيدوا شويه التفكير في العناوين. ليه؟ لان كل محاضره جديده فيها مشروعات جديده، يعني اكيد النهارده في حاجات كتير ممكن تتكلموا عليها، وكمان محاضره بتاعت المره اللي جايه واللي بعديها، لان اللي بعديها هنتكلم على النايل بيزن كوبريشن بروجكتس، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه للمصريين. وبالتالي انا رايي ان احنا نستنى شويه ونخلي اخر حاجه، يعني نصبر شويه لان الاسبوعين الجايين واللي بعديهم كمان هيكون فيهم مشروعات جديده، بحيث الريبيتيشن اللي انت بتقول عليها دي تكون أقل ما يمكن. هل جاوبتك يا عمر؟ تمام يا دكتور، إجابة شافية ما تتضايقش إنك أنت تغير عنوانك، لأنك أنت هتلاقي ماتيريال كتيرة بدل ما يبقى الكلام اللي أنت قايله فيه ريبيتيشن. لا تمام يا دكتور، كلام جميل. طيب بالنسبة لو عايزين نغير العنوان، هي باشمهندس أوي نزل غير علينا على شيء طول، نغير على طول أنت عايز، ونشتغل لأن الوقت ابتدى يعني يضيق شوية، فنشتغل معلش. على طول، ننتظر موافقة تاني لأن لا بص حضرتك، غير واشتغل، ما تتسناش موافقتي. تمام. لو انت البروبوزل بتاعك هيقلل الريبيتيشن جو اهيد، انا موافق على اقتراحك. حلوة الإجابة دي؟ جميل جدا. اوكي يا عمر. طب تمام، ليميت الريبيتيشن، يعني لو مثلا في مشروع متكرر مثلا 3 مرات، ده برضو كده هيعتبر تكرار وهينقصه ولا؟ لا هقول لك يا عمر، بس اسمعني. ان احنا لما يبقى في ريبيتيشن، لو انت كنت مختار نفس التايتل في كواليفاير في بقيه الجمله، هتاخد ايه في العاصمه الاداريه الجديده؟ هتاخد ايه في المشروعات الري؟ واخد بالك؟ يعني في كواليفاير، لان كل موضوع فيه عشرات المشروعات. ما يجراش حاجه لما يبقى العنوان الكبير ذا سيم، بس الكواليفاينج ستيتمنت هي اللي بتفرق بحيث ما يبقاش في ريبيتيشن يا عمر. تمام. وانا بديكم مثال، ان احنا مثلا نقول العاصمه الاداريه الجديده القريه الاولمبيه، خلاص العاصمه الاداريه الجديده اللي هو مدينه الثقافه والفنون، العاصمه الاداريه الجديده حاجات كتير خالص، ناطحات السحاب. انا قلت دلوقتي 3 اكزامبلز وهم اكتر من كده بكتير. تمام يا دكتور، وضحت كده. تمام يا حبيبي. If you don't يعني need any clarifications or comments، ممكن بقى we can end the meeting. أيوة. بعد إذن هو لو إحنا تفضلي يا آية. هو إحنا غيرنا يعني كان في repeat وإحنا غيرنا العنوان بتاع البروجكت بتاعنا لحاجة ما كانتش موجودة، كده نشتغل على طول خلاص صح؟ ما تستناش خالص. شكرا يا آية، اتفضل يا علي. تمام يا دكتور، بعد إذن حضرتك، هو يوم الأربعاء اللي فات كان في كويز، تمام، وأنا يعني حضرت المحاضرات وذاكرت، وهي مشكلة بسيطة بس ساعتها الكونكشن فصل وما عرفتش أعمل سبميت للإجابات بتاعتي يعني. بص يا علي، حاضر، الأمر ده وارد، فأنا بعمل إيه؟ بعمل كويزات كتيرة، عارف أنا في الآخر هعمل إيه؟ هقول مثلا عملنا يعني مثلا 8 كويزات 10 كويزات، هختار احسن 7
تمام، يعني هو حضرتك مش هيأثر على درجاتي كده؟ اه، بحيث انك انت درجتك تبقى اعلى ما يمكن، عشان انا حابب انك انت تبقى درجتك عالية وتبقى مبسوط نتيجة ظروف انت خارج عن ارادتك يا حبيبي، مفيش مشكلة خالص عندي. تمام، وشكرا انك نبهتني للحكاية دي يا علي. تمام، شكرا لك جدا، شكرا. العافية العافية يا شباب. ها، any other questions دكتور بعد اذنك؟ اتفضل يا ابني. هو دلوقتي معلش الديدلاين لتسليم ريبورتس امتى بالظبط؟ اه، احنا هن 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 يعني هنزق الديدلاين شوية، بحيث مثلا يبقى الديدلاين ايه رأيكم اخر محاضرة؟ كويس دكتور، هو الديدلاين حسب ما كان نزل يعني في الانستراكشنز بتاعت الريبورت، اللي ان هو نقدر نسلم الريبورتس من بداية من الاسبوع السابع لحد الاسبوع الثالث عشر. تمام، خليه الخامس، خليه الخامس عشر. خلاص تمام، هو الاسبوع ال 13 ده اللي هو اسبوع 1/1 لحد 7/1 تقريبا. تمام، تقريبا الفاينلز هتبتدي 15/1 لغايه قبل الفاينل على طول يا باشمهندس عمر. خلاص كويس كده، خلاص تمام، حلو جدا. تمام يا شباب. دكتور لو سمحت. اه اتفضلي باشمهندسه. هو ينفع في الريبورت يعني لو انا هتكلم مثلا على مشروعات تطوير العشوائيات مثلا، اقدر اتكلم عن كذا مشروع ولا مشروع واحد بس من ضمنهم؟ اتكلمي انت تاخدي القرار ده، لان احنا عم محددين عدد الصفحات. خلاص تمام يا دكتور. فانت depends on you يا لبنى، عاوزة تعملي ثلاث مناطق، عاوزة تشرحي الكونسبت وتركزي على one slum يعني development زي ما انت عايزة. It's your decision انت والجروب بتاعك. تمام، شكرا جدا يا دكتور. العفو يا بنتي. اللي بيسجل هما هيطلع تسجيلين واحنا نحطهم مع بعض، ولا هيطلع كلهم مع بعض، ولا ايه؟ احتمال يطلعوا تسجيلين بس بنجمعهم في فيديو واحد وبينزلوا مع بعض ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. شكرا يا عمر جدا، وشكرا للشباب، مبسوط قوي من الانتر اكشن بتاعكم النهارده، انتم اسعدتوني جدا جدا، وان شاء الله يعني you are gonna get so excited الاسبوع الجاي واللي بعديه واللي بعد بعديه ان شاء الله. الله، شكرا جدا يا دكتور. اوكي يا جماعه، وي ويل ليف ناو، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام.